أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وهذه الفقرة ومجموعة من الأخبار المتنوعة وآخر المستجدات على الأحداث. تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، شهد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انطلاق الكود المصري لتأمين المسطحات المائية بمبادرة مصر بلا غرقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمدينة العالمين. أكد وزير الشباب والرياضة أن مبادرة مصر بلا غرقة التي تترأسها الوزارة وعضوية وزارات التنمية المحلية والداخلية والتعليم العالي بتهدف إلى الحفاظ على حياة وكرامة المواطن المصري. كاميرا النيل أجرت هذا الحوار مع دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نتابع. أعزائي مشاهدي قناة النيل الأخبار، أهلا بكم في هذا اللقاء الحصري من مدينة العالمين الجديدة وانطلاق النسخة الثانية من مهرجان العالمين في عامه الثاني، بحضور معالي الأستاذ دكتور ورئيس الوزراء وأيضا معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا وسهلا بيك، أهلا وسهلا بالتلفزيون المصري. أهلا بسيادتك. النهاردة يعني انطلاق النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة بيحمل في طياته الكثير من الرسائل لكل المصريين عبر وسائل الإعلام، تعرفنا مساتك عن هذه الرسالة. أولا احنا شرفنا بافتتاح دولة رئيس الوزراء في الحقيقة واحنا أمام مقر مجلس الوزراء مصر بهذا الملتقى من خلال ماراثون الدراجات للشباب وشابات مصر، اللي بيرمز إلى أولا الترويج لهذه الرياضة، كمان مبادرة دراجتك صحتك، أيضا يعني اللياقة والصحة والسمنة، كمان التوجهات والتكليفات والرسائل اللي فخامة الرئيس في الحقيقة بيهتم بيها بشكل يعني عميق جدا وليست له سطحية، ان ازاي الشاب المصري يكون له قوامه السليم، صحته السليمة من خلال يعني الرياضة والغذاء السليم الصحي اللي بيكون القاعدة الكبيرة علشان نوصل للقمة وهي أبطال الأولمبيات، زي ما شرفنا به تكريم فخامة الرئيس للأبطال الأولمبيين، ودي كانت رسالته في الحقيقة. من هنا ومن هذا المنطلق بيكون الموضوع متبادل ميتشوال، يعني احنا بنروح الأماكن الجديدة بنروج ليها ان شبابنا وكل المصريين يشوفوا ايه الجديد في هذه المدن، بس من خلال حدث معين. كمان ولادنا لما ييجوا الصغيرين دول من خلال فعالياتنا يتشبع ب يعني وطنيته، ويتشبع بمصريته، ويشوف ايه الاماكن الجديده اللي موجوده في الزياره حقيقيه. كمان بنقول ايه اللي بتقدمه وزاره الشباب والرياضه للمجتمع، سواء في مجال التثقيف والفنون زي ما احنا شايفين طلائعنا، او في مجال اللي عنده ميول علميه الابتكارات العلميه في مراكز الشباب وتعليمهم زي مدرسه الفضاء سبيسك ريبوتك، دي كلها مصطلحات لفعاليات كتيره جدا، او الرياضه للتنميه واللياقه والصحه. كمان يعني الناس الزوار، احنا فتره صيف ومصيف ومدينه العالمين موجوده، اكيد الاسر بتيجي تشوف، فبتشوف ان هي ممكن تشترك بولادها في مراكز شباب حقيقيه لان المنتج موجود. دي كلها نقدر نقول ان يعني مستهدفات لهذه الملتقيات. طب هل المفروض نعددها؟ المفروض نعددها في كل المدن الجديده، نروح الاماكن المختلفه، احنا لينا ادواتنا الكتيره، مديريات الشباب والرياضه بالتعاون مع الساده المحافظين، اكيد كمان مراكز شبابنا، اكيد مدن الشبابيه، المدن الرياضيه، مراكز التعليم المدني، دي كلها يعني ادواتنا، وولادنا زي ما انت شايف المبتسمين اللي موجودين، اللي دايما احنا كلنا مع بعض وان شاء الله دايما للامام. يعني النهارده يا فندم يوم ممتع وجميل في هذه المدينه الساحره، شيء ملفت للغايه في هذه النسخه بالذات التكامل والتناغم ما بين الادارات وزاره الشباب والرياضه في هذا التكامل لهذا هذه العروض الجميله التي رايناها بدءا من مرسون الدراجات الطلائع وخلافه، يعني كيف تواجدت هذه التكامل؟ ده استراتيجيه للوزاره، احنا وزاره الشباب والرياضه المنحنى السني هو الاساس، المنحنى السني في فلسفه يعني وفكر، المنحنى السني ده المرتبط ان احنا نوظف قدراته، والمنحنى السني ده لازم يكون مع استراتيجيه بناء الانسان، بناء الانسان بدني نفسي عقلي اجتماعي، كمان يعرف مجتمعه ويفيد مجتمعه ومجتمعه يستفاد منه. عشان كده المنحنى السني مطلوب لتنميه قدرات من خلال قطاع الطلائع، فهي موجوده باداره كبيره جدا بنسميها اداره مركزيه رؤوسها وكيل وزاره، هي وكيله وزاره بالفعل. كمان احنا عايزين نعمل له تنميه للرياضه والصحه، موجوده
إدارة كبيرة جدا يرقصها برضو إدارة مركزية التنمية الرياضية بما تمتلك من اتحادات نوعية في الرياضة وغير الرياضة فهي موجودة، وأيضا البرامج التثقيفية وريادة الأعمال دي كلها حاجات نقدر نقول إن احنا بندمج بطريقة عمل علشان يحصل تأثير مجتمعي لمستهدفات الوزارة. مبادرة مصر بلا غرقة، وممكن ده سؤالي الأخير، هيك تعلن عنه اليوم، ما هو المستهدف من هذه المبادرة؟ أحد المبادرات المهمة جدا برعاية فخامة الرئيس واللي جالنا اهتمام بيها جدا، مصر بلا غرقة. احنا لازم يعني نسعى إلى تقليل حالات الغرق اللي هي موجودة. مصر بتنعم ب يعني سواحل بحرية ونيل وحمامات سباحة كبيرة جدا، فبالتالي احنا عم شكلنا لجنة عليا، واللجنة العليا ديت بتوجد برامج تدريبية وتعليمية للمنقذ ومؤهلاته، سواء ان هو لازم يكون عنده السي بي ار للانعاش القلبي والدورات الصحية او الادوات اللي موجودة ايه على شواطئ مصر، او ان هو اليات الانقاذ الغرقة، ودي هدف المبادرة اللي نسعى يعني مرورها على كل مصر. استاذ دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مبروك على النسخة الثانية، وننتظر النسخة الثالثة العام القادم بإذن الله ونكون معاك إن شاء الله. في وجودك إن شاء الله. متشكر جدا جدا. متشكرين. تتواصل أعمال وفعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته 29، تضم فعاليات هذا العام 31 حفل متنوع، وده تحت إشراف البيت الفني للموسيقى ودار الأوبرا ومعهد الباليه. نتابع هذا التقرير وأحد حفلات مهرجان القلعة الجميلة. تتواصل فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، ومن على مسرح محكى القلعة انطلقت ليلة فنية جديدة ضمت مجموعة مختارة من الأعمال الغنائية العالمية. أتخيل أن ده برنامج لطيف جدا للجمهور بتاع النهاردة اللي ممكن يقدموا يعرفوا بالموسيقى الأوركسترالية والأوبرالية، وهيبقى ده مدخل لطيف يعني، ونتمنى أنه المرة الجاية نشوفهم عندنا بقى في الأوبرا. ووسط تفاعل الجمهور شهد الفاصل الثاني من الحفل محكى القلعة باقة متنوعة ومختارة لأغنيات النجم الكبير علي الحجار. اتعبنا حبنا يعيش للأبد، يعيش للأبد. أنا فخورة جدا إن أنا هشارك في حاجة زي دي في إيفنت كبير زي ده، ودي أول مشاركة ليا، وطبعا مبسوطة أن ناس كتيرة هتشوفني وهتشوف الفن عامة. نشترك ببروجرام يعني مختلف، مش أوبرا لكن بيكون ميوزيكلز وأغاني ديزني وأغاني عالمية. دكتور إيمان مصطفى المدير الفني لفرقة الأوبرا حبت أن هي تعمل برنامج يكون قريب من الجمهور. أغني الليلة الليلة الليلة. هذا وتستمر فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء والتي انطلقت فعالياته في 15 من الشهر الجاري وعلى مدار 16 يوما لتقدم مجموعة كبيرة من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي. يعد مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء أحد أهم الفعاليات الراسخة التي تنظمها وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية منذ عام 1990، والذي نجح في تحقيق قاعدة جماهيرية وشعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفني. من داخل قلعة صلاح الدين، أمل صبري، النيل. بيحتفل الفنانون والموسيقيون ومحبي الفنان الكبير الراحل محمد فوزي بذكرى ميلاده اللي بتوافق يوم 15 من شهر أغسطس من عام 1918. الفنان الكبير الراحل محمد فوزي قدم العديد من الأغنيات الخفيفة واشتهر بصاحب الصوت الحلو والدم الخفيف. نجح محمد فوزي في تطوير شكل الأغنية ولحن وغنى العديد من الأغنيات اللي بتناسب جميع الأعمار وبتتماشى مع كافة الأذواق. أمل صبري أعدت لنا هذا التقرير بمناسبة ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل محمد فوزي. ويلك ويلك
يا مشتاق من طول ليلك والأشواق ويلك 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 يا في شهر أغسطس من العام 1918 شهدت محافظة الغربية ميلاد أحد أهم وأشهر الفنانين المصريين في القرن العشرين، وهو الفنان الراحل محمد فوزي. حكيم الزهور زي الستات بكل لون معنى ومغنى. محمد فوزي أنا بعتبره بالنسبة لي أنا من أهم موسيقيين المعاصرين اللي سبق عهده كل حاجة. هو أول واحد عمل أكابيلا في أغنية كلمني طمني، عمل هارموني مختلف، عمل فرانكو أرب. هو أول واحد دخل الحاجات دي في الأغاني بتاعته، فهو سبق عصره لأنه كان عبقري، مش كان بس مغني، كان ملحن عبقري جدا، وكان عارف قوي دخل أسلوب الجاز في ساعتها في الموسيقى العربية، ويقحم الموسيقات الغربية المختلفة والآلات المختلفة مع الموسيقى العربية والشرقية. ولد المغني والملحن والممثل والمنتج الكبير الراحل محمد فوزي في قرية كفر أبو جندي التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، ونال الشهادة الابتدائية من مدرسة طنطا، وفيها ظهرت ميوله الفنية، وتأثر فوزي بألحان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. يا بختك يا قلبي يا قلبي يا بختك يا محمد فوزي يعتبر من أعظم الناس اللي كتبت مزيكا يمكن في الوقت الحالي كله بعد سيد درويش، لأنه قدر يخاطب الناس باللغة بتاعتهم بالموسيقى الخفيفة اللي هو محمد فوزي لغاية النهاردة بتغني له أغاني، بلس أنه قدر يمثل بشكل ما فيش مطربين كتار قدروا يحققوا. ده هو فنان بصراحة ملوش مثيل حتى هذه اللحظة، بلس زائد أن فنه متذوق من جميع الطبقات وجميع الأعمار عكس فنانين تانيين كتير. يا جميل ياللي هنا ما بقينا لوحدنا كلمني وكلمك. قدم فوزي أغاني عديدة من ألحانه في مجموعة من الأفلام بلغ عددها أكثر من 35 فيلما، واشترك فيها مع كبار النجمات والفنانات ليترك إرثا فنيا وموسيقيا خالدا تتوارثه الأجيال. أمل صبري لبرنامج هذا الصباح. دلوقتي مشاهدينا نتعرف على أحوال الطقس ودرجات الحرارة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل الحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. وللمزيد معنا دكتورة إيمان شاكر وكيل مركز استشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة إيمان. صباح الخير على حضرتك يا فندم، صباح الخير على كل السادة المشاهدين. طمنينا عن حالة الجو، ويعني احنا كنا شايفين زي تصريحات من خبراء الأرصاد ان مفيش موجة حارة متوقعة زي الموجة اللي شاهدناها في الفترة اللي فاتت، هل الكلام ده مظبوط؟ ده حقيقي فعلا، الحمد لله، يعني احنا مرينا بموجة شديدة الحرارة لكن هي انتهت تماما، وبنطمن كل السادة المشاهدين مش هتعود مرة اخرى الموجة شديدة الحرارة. طبعا احنا بيصلنا دلوقتي على نهاية فصل الصيف حوالي شهر تقريبا، بينتهي في 22 سبتمبر وبيبدأ فصل الخريف في 23 سبتمبر. خلال الشهر القادم مش متوقع ان يكون في اي موجات حارة، بالعكس بدأت تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ مقارنة بالاسبوعين الماضيين، بدات تعود للمعدلات الطبيعيه لهذا الوقت من العام وشهر اغسطس، لكن طبعا نسب الرطوبه ما زالت مرتفعه وده بيزود الاحساس بدرجات الحراره، لكن درجات الحراره رجعت للمعدلات الطبيعيه. السواحل الشماليه بتسجل ما بين 30 و31 درجه، الوجه البحري والقاهره من 35 ل 36 درجه، وجنوب البلاد من 40 الى 41 درجه مئويه. دي المعدلات الطبيعيه لشهر اغسطس، لكن نسب الرطوبه اللي بتوصل لحوالي 90% على
السواحل الشمالية ومن 80 لـ85% على الوجه البحري والقاهرة. ده بيزود لحد ما الإحساس بدرجات الحرارة، وخاصة فترة الظهيرة مازال الطقس حار في فترة الظهيرة على معظم الأنحاء باستثناء السواحل الشمالية إلى حد ما هي ألطف في درجات الحرارة. طبعا الشبورة المائية أيضا مازالت بتكون موجودة معنا في الصباح الباكر، لكنها شبورة خفيفة غير مؤثرة على حركة المرور والسفر على الطرق. نقدر نتحرك بكل أمان ونسافر بكل أمان على مختلف الطرق، مفيش أي مشاكل إن شاء الله. وأيضا بيكون في نشاط هواء ونسمات للهواء بتكون في ساعات الليل وفي الصباح الباكر، وده بيلطف من الإحساس بدرجات الحرارة وبنسب الرطوبة، وبنقدر نستمتع بالأجواء في ساعات الليل. مجرد غياب أشعة الشمس بيبدأ الرياح تنشط أحيانا، ده بيلطف الإحساس بدرجات الحرارة. دكتورة إيمان، طب لو سألنا عن الحركة الملاحية ونشاط البحرين. البحرين الأحمر المتوسط معتدلين تماما، ما فيش أي مشاكل في الملاحة البحرية. ارتفاع الموج بيتراوح من 1.5 متر لـ2 متر، فهم معتدلين تماما مهيئين لكافة عمليات الصيد والملاحة. احنا بنشكرك دكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. نرجع تاني نكمل أخبارنا المتنوعة. أطلق شقيقان فلسطينيان مدونة مصورة على موقع فيسبوك تحمل اسم هذه فلسطين، بيستحضران فيها تاريخ عدد من القرى الفلسطينية منذ حرب عام 1948. نتابع. في حضرة التاريخ تتباطأ الخطوات ويطول التأمل قبل أن يقتنص الشقيقان أحمد وعلي زمعرة لقطات بهاتفيهما المحمولين في قرية دير غسان القديمة لإنتاج فيديو آخر لصفحتهما هذه فلسطين على موقع فيسبوك. نشأت فكرة المشروع في ذهن علي 13 عاما وأحمد 9 أعوام بعد حصة مدرسية حول قرية اللفتة التي أصبحت مهجورة بعد أن تركها الفلسطينيون الذين أجبروا على النزوح في حرب 48. بلشت المبادرة لما كنت أنا بدرس في المدرسة عن القرى المهجرة، ودرسنا عن قرية لفتة، فصار جعبالي أني أروح أزورها وقدرنا نزورها، واقترح علي أخوي أن نخرج فيديو عنها. فلما روحت أنا صورت وعملت كل شيء وروحنا وكتبنا النص وسجلنا الصوت، وكان هذا الفيديو كتير جميل وعجب الناس، فقررنا أن نكمل بتنزيل فيديو يافا، وبعدها استمرنا بتنزيل أكثر من فيديو تاني. منذ تلك اللحظة نقلت المقاطع المصورة الأخوين إلى مساحة أخرى أكبر بكثير من حدود جدران الفصل المدرسي، إذ يقومان بجولات في المواقع التاريخية المختلفة بجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية. وفي الضفة الغربية تنتشر المواقع المقدسة للديانات الثلاث، الإسلامية والمسيحية واليهودية، علاوة على المناظر الطبيعية الخلابة على الجبال من تلال الخليل ونابلس، وصولا إلى البحر الميت الأشد ملوحة وانخفاضا على وجه الأرض. كل المدن والقرى تبعتنا كتير حلوة طبعا، بس بنختار الأماكن حسب يعني بنحاول إنه نروح على الأماكن القديمة والمميزة اللي بتجذب الناس لحتى تحضر الفيديو ويعني تستفيد بأكبر قدر من المعلومات. لم يخض الصبيان المغامرة بدافع الاهتمام الشخصي وحده، بل بالرغبة أيضا في الترويج للسياحة المحلية. وحتى الآن أنتج أحمد وعلي زمعرة حوالي 14 مقطع فيديو على أمل تعريف الأطفال غير القادرين على زيارة هذه المواقع بتاريخهم القديم. وبمساعدة والديهما نال الصبيان الإعجاب، وقفزت أعداد متابعيهما لأكثر من 6000 شخص منذ انطلاق مدونتهما المصورة في شهر يوليو الماضي. ونروح لمدينة الموصل العراقية، حيث يقدم مطعم خيرات البركة وجبات مجانية لمئات الفقراء الذين عصفت بهم أزمة اقتصادية طاحنة. نتابع. يبدأ يوم عامل البناء العراقي أبو محمد بداية عادية، يستيقظ في الصباح الباكر ويتجه إلى منطقة دورة الحماميل التي يجلس فيها مثل كثير من عمال اليومية، وبالموصل القديمة على أمل وحيد هو العثور على عمل ليوم واحد. عندما يتحصل الرجل على وجبة مجانية في مطعم خيرات البركة تخفف الأوقات الصعبة وطأتها، ويصبح اليوم العصيب أقل مشقة. الآن بالنسبة لي عامل أجي هنا يوم أشتغل 15 مطار، يوم أتفطر هنا وأتغدى هنا،
لما ما اشتغل، بس قبل كنت اروح ألقي اتغدى وبعدين ارجع، لان ما عندي حق اكل، ما عندي وارد، ما عندي. واحنا عمار كل اثنين، وجزاه الله خير على المطعم لسه المحروم وكلها تجي تاكل. تقدم جمعية فعل الخيرات الطعام المجاني للعائلات والعاملين المحتاجين في احد اشد احياء الموصل فقرا. وتنفذ الجمعية المحلية التي يمولها أكاديميون ورجال أعمال الكثير من المشروعات الخيرية بالمدينة. هذه المنطقة تعتبر من مناطق الفقيرة بالموصل، يعني هاي أفقر منطقة بالموصل، هي اسمها دورة الحماميل، يعني دورة العمال. يعني احنا نور شعم قدام عيننا، يعني من تجيهم سيارة الكل تتراكض عليها، أمورهم كلش تعباني. منذ سنوات طويلة تحول العثور على عمل العمال اليومية إلى حلم نادر ما يتحقق، فالكثيرون ينتظرون على الأرصفة ومفترقات الطرق معظم ساعات النهار على أمل أن يختارهم صاحب عمل ليوم واحد. وبعد أن هدأت أصوات النيران وانتهت الحرب ضد تنظيم داعش قبل 4 سنوات، لا يزال الواقع الاقتصادي والمعيشي في الموصل شديد الصعوبة، وزادت أوجاعه بعد تفشي جائحة كورونا. بهذا التقرير نكون قد وصلنا مشاهدينا الكرام معكم لنهاية هذه الفقرة وأهم الأخبار المتنوعة وآخر المستجدات على الأحداث. بعد قليل نشرة رياضية، ابقوا معنا.